باسم الجالية العربية السورية التي حضرت من كل مكان. لتحيي بطلها أسامة عزام. نحن هنا نتقدم بالشكر الجزيل لمدينة بورغاس التي استضافت هذه البطولة. الاتحاد الدولي للكاراتيه. الاتحاد الدولي البلغاري. للجميع الذين شاركوا في هذه البطولة. إنها بطولة عظيمة تعبر عن محبة والسلام. السلام الذي تنشده سوريا. لجميع الدول العالم. اسمحوا لي في هذه المناسبة أن أشكركم جميعا. وأن أتقدم بهذا الفوز الذي حققه البطل أسامة عزام. إلى السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد. شكرا. Сирия, второ място за Брайан Туми, Ирландия и първо място за Митко Ружинов, България. Медалите ще връчи нашата република Сирия в България. Yeah.
6-3. Продължаваме шортна ръката, където и 6-1. На 6-2. Сега ще обявя какво продължава. Tatami number 2, Kumite male seniors minus 78 kilos. للأستاذ بشار صافية يقدم له إياها باسمنا